إذن شيعت نابلس شهداءها على وقع أصوات الرشاشات عقب عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت منزلا للمقاومة في بلدة القديمة. من بين الشهداء الفلسطينيين قادة ميدانيون ضمن مجموعة عرين الأسود. اضطرت إسرائيل إلى خوض اشتباكات مسلحة لساعات مع المجموعة المستهدفة واستخدام صواريخ لقصف منزل كانوا يتحصنون به. عملية يقول جيش الاحتلال إنه خاضها بهدف القضاء على مطلوبين نفذا هجوما استهدف أحد جنوده. في الأثناء كانت قد انتشرت أخبار عن وجود قنوات سرية بين مسؤولين من السلطة الفلسطينية وحكومة بنيامين نتنياهو في محاولة على ما يبدو لخفض حدة التوتر والتصعيد في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تفاهمات برعاية أمريكية تتضمن تراجعا فلسطينيا عن التقدم بمشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن مقابل تسهيلات للسلطة ووقف مؤقت للاستيطان الإسرائيلي. عقب العملية التي أعادت التوتر إلى مربعه الأول، أعلنت السلطة الفلسطينية التوجه إلى طلب حماية دولية في مجلس الأمن، فيما تتهب إسرائيل لرد فعل المقاومة سواء في الضفة أو في غزة، مع تأكيد الأخيرة أن صبرها قد نفد. فالأرقام تقول إن أكثر من 60 شهيدا منذ بداية العام الحالي قضوا برصاص الاحتلال في ظل حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. واقع يجعل سيناريوهات التصعيد غير معلومة، ورغم بأن مبرراته متوافرة وبكثرة. نتساءل في هذه الحلقة من للخبر بقية عن دلالات العملية العسكرية الإسرائيلية غير المسبوقة، عن تأثيرات اقتحام الاحتلال الذي خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى على مآلات الميدان، وما هو مصير التفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية التي تمت برعاية أمريكية بهدف تخفيض التوتر. نرحب بضيوف بقية هذا الخبر عبر سكايب من حيفا. رامي منصور رئيس تحرير موقع عرب 48 ينضم إلينا من نابلس. زاهر الششتري القيادي في الجبهة الشعبية، ومعنا أيضا من رام الله أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد مجدلاني. بعد تفاهمات مع واشنطن كان من المفترض أن تؤدي في إحدى نتائجها إلى خفض التصعيد، هكذا يرد الاحتلال في نابلس. ألم تقتنع السلطة الفلسطينية أن هذا الاحتلال لا ينفع معه التفاهم أبدا؟ يعني أنا شكرا لك. يعني أنا بعتقد يعني هذا التحذير اللي عم توجهين لنا إياه نحن بنعرفه تماما. يعني هو سؤال، لا أوجه تحذير يعني جيدا. لا يعني معلش شكرا لك. يعني احنا بنعرف تماما الاحتلال الإسرائيلي ونقرأ تماما برنامج هذه الحكومة اليمينية الفاشية الجديدة، وندرك تماما أن يعني ما تم التوصل إليه بتفاهمات من تفاهمات خلال يوم السبت والأحد الماضي كان نتيجة أيضا ضغوط أمريكية، ونتنياهو يعني لأسباب مختلفة تتعلق بالوضع الداخلي وتتعلق أيضا ب أزمته الداخلية مع حلفائه، هو يعني قدم التزامات أمام الإدارة الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى اليوم يتنصل بشكل واضح وملموس من هذه الاتفاقيات. وقرار العملية العسكرية في نابلس هو ليس قرارا أمنيا ولا قرارا عسكريا يتخذه قائد منطقة أو رئيس الأركان لوحده، هذه قضية سياسية. نتنياهو هو صاحب القرار الأول والأخير في هذه العملية، وهو يريد العودة إلى مربع التصعيد، وليس كما يعني التزم مع الأمريكيين ومعنا بأنه يريد تهدئة تقود إلى فتح أفق سياسي، ويريد إجراء وقف كل الإجراءات الأحادية الجانب من أجل ضمان عدم التصعيد والعنف. هو اختار هذا الطريق، وإحنا بنعتقد لم يكن لدينا
يعني حتى احنا اوهام على الاطلاق عندما يعني تم التوصل الى تفاهمات انه سيلتزم بهذه التفاهمات، على الرغم من اننا لم نبدا التفاوض على القضايا التفصيليه حول هذه التفاهمات وعلى اليه تطبيقها. لكن بكل الاحوال هو يعني كان اسرع مما كان يعني متوقعا في نقض هذه الالتزامات، واحنا بنعتقد ان هذه الالتزامات قد اصبحت من الماضي، وبالتالي القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس اليوم يعني احنا بدأنا في إطار سلسلة من الاتصالات السياسية للدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. وأيضا قبل أن أصل إلى الخطوات المقبلة سيد مجدلاني، مجلس لأننا نحتاج منكم شرحا حولها والمتوقع منها. أستاذ رامي منصور من حيفا يقول ضيفنا سيد مجدلاني بأنها قضية سياسية تبنى قرارها نتنياهو أكثر من الجوانب الأمنية، لكن بعد مجزرة جنين وما حصل في نابلس وما بينهما من انتهاكات وجرائم وبعد هذه التفاهمات السياسية، ما هي الرسائل التي تسعى هذه الحكومة المتطرفة لترسيخها أمنيا، وهل هي قضية سياسية فعلا؟ مساء الخير أولا لك ولجميع المشاهدين. بالطبع القرار هو قرار سياسي، يعني مصادقة يكون مصادقة الكابينيت الأمني أو رئيس الحكومة ووزير الأمن، ولكن بالنهاية الجيش الإسرائيلي لا ينفذ سياسات يعني أجندات سياسية خاصة لبنيامين نتنياهو إذا لم يكن هناك مبررا عسكريا واضحا، ولكن بالطبع القرار هو يكون قرارا سياسيا يعني بمصادقات المستوى السياسي. ولكن هذا لا يعني أن الجيش الإسرائيلي مرة أخرى هدفه خدمة الأجندات الخاصة بنتنياهو، ولكن هو يستمر بما كان يقوم به حتى في عهد الحكومة السابقة، حكومة لبيد وبنت، واستمرار للاقتحامات لجنين ونابلس وتحديدا في شمال الضفة الغربية. هو يستمر في هذه الاقتحامات رغم التفاهمات التي أعلن عنها برعاية أمريكية. هذا يعني أن هدف إسرائيل بالنهاية هو استئصال أي مقاومة فلسطينية في الضفة الغربية، وتقول إسرائيل إذا السلطة الفلسطينية لم تقم بذلك فهي إسرائيل تضطر، يعني كذا يزعمون، تضطر للقيام بهذه العمليات. والقتل الذي شهدناه اليوم، عدد شهداء 10 شهداء، هذا يريد أن يزرع يهدف إلى زراعة الرأي أو الوعي لدى الفلسطينيين بأن المقاومة أصبحت يعني تشكل خطرا على السكان الفلسطينيين، ومحاولة إلغاء البيئة الحاضنة لهذه المقاومة خاصة في المخيمات وفي البلدة القديمة مثلا في نابلس أو في جنين أو حتى في مخيم جنين. الهدف هو بالنهاية استئصال أي بؤرة مقاومة إن جاز التسمية في الضفة الغربية وفي شمال الضفة تحديدا. هذا هو الهدف، عدا عن الاعتبارات السياسية والأجواء في إسرائيل، خصوصا عندما يتولى وزير مثل بنت غفير وزارة الأمن القومي، فإن الجنود بالطبع يشعرون بأن لديهم اليد المطلقة للقتل حيثما ارتأوا أو حيثما شاءوا، وهو أكيد أن الأجواء السياسية تعزز هذه الحافزية لدى الجنود بأن الحكومة سوف تقوم بتحصين تحصينهم وحمايتهم من أي مساءلة حتى لو قتلوا فلسطينيين مدنيين أبرياء. يعني هذه الأجواء اليوم في إسرائيل. سيد زاهر، ما الذي حققه الاحتلال في هذه العملية؟ ولو أنه أسقط 10 شهداء، نحصي أيضا 60 شهيدا منذ بداية العام، لكن مع أهدافه الكبرى من عملياته الأمنية بدوافعها السياسية، ما الذي تحقق؟ مساء الخير لكم المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. واضح أن الاحتلال اليوم ارتكب مجزرة رهيبة في محافظة نابلس، وعشرة شهداء وأكثر من 100 جريح. بالتالي نحن نستغرب بشدة أن يكون هناك تفاهمات مع الجانب الصهيوني بإشراف أمريكي تحديدا
بعد سحب التصويت في من لإدانة إسرائيل وإدانة الاستيطان، وبالتالي استمرار المراهنة على المباحثات وعلى الاحتلال الصهيوني هي مراهنة عبثية ويجب أن تتوقف. يجب على الجميع أن يسمع اليوم الهتافات التي جرت بتشجيع الجثام من عشرات الآلاف، هتفوا باستمرار المقاومة ودعم المقاومة وضد المفاوضات وضد التنسيق الأمني. بالتالي نحن نستغرب أن يكون هناك قنوات سرية تستمر في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني وتستمر في المراهنة على المباحثات المفاوضات العبثية مع الاحتلال الصهيوني. بالتالي نحن ندرك بشكل واضح جدا أن الحل الوحيد هو حوار وطني جدي والعودة لمنظمة تحرير فلسطين وبنائها على أسس ديمقراطية وكفاحية، والتوقف بشكل واضح جدا عن المراهنة مع الاحتلال وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المراهنة التي سوف تؤدي إلى الاستمرار في الضحايا في الجانب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن يتم الوقف المراهنة هذه. سيد أحمد مجدلاني، ما تفضل به السيد زاهر هو توجه فلسطيني يكاد يكون عاما يسلط الضوء على سلوك السلطة الفلسطينية، خاصة وأنك تفضلت بأن رهانكم لم يكن في محله وأن نتنياهو كان أسرع مما توقعتم منه التزاما للتفاهمات. ف ما جدوى أي تفاهمات اليوم مع هذا الاحتلال الإسرائيلي؟ وهل هناك خطوات جدية لإيقاف أي نوع منها، سري غير سري، مباشر غير مباشر، والبحث عن سبل عمل وطني أخرى؟ يعني بصراحة يعني طريقة هذا الحوار أنا يعني بتصير استغرابي بهذا الـ ما الذي يثير استغرابك سيدي؟ يعني أنا أنقل لك ما يقال، لو واسمح لي يعني فعلا أنا لست طرفا يعني في معلش كل هذا، أنا أنقل لك ما يقال ولو تعلمي يعني صبرك لنجيب عن وجهة نظر هذه فقط. أنا يعني معلش أنا كثير صبور وهادئ كمان، يعني نقدر ذلك. يجب لو تسمحي لي أنت تفضل. يعني لو تسمحي لي، يعني اللي عنده خيارات أخرى يعني غير الخيارات السياسية والكفاحية اللي بتعملها القيادة الفلسطينية يقول لنا على هذه الخيارات. وبكل الأحوال إحنا لا عنا أوهام ولا رهان لا على الحكومة الإسرائيلية ولا على الإدارة الأمريكية، لكن إحنا ما نسعى إليه هو حماية شعبنا، هو التخفيف من حدة الضغوط والقتل اليومي وهدم البيوت والترحيل القسري اللي عم يستهدف القدس. ونحن ندرك تماما موازين القوى الدولية والإقليمية وانشغال العالم بقضايا دولية يعني صارت لها أولوية عن القضية الفلسطينية وعلى قضية الشرق الأوسط، وندرك تماما أيضا الوضع العربي الذي ينخرط يوما بعد يوم أكثر في اتفاقيات أبرهة، ولم تعد واستبدلت الأولويات لديه، لم تعد القضية الفلسطينية هي ذات أولوية، ولم تعد إسرائيل مهددة للأمن القومي العربي، وتم استبدالها بعدو آخر هو التهديد الإيراني، وأصبحت إسرائيل طرفا أو جزءا من ضمان الأمن. اسمحي لي أكفي، ولا يعني إحنا إذا بتفكري إنه إحنا بنمتلك أسلحة نووية ودبابات وطائرات أو إنه والله إحنا يعني بصراحة لا يعني لا يستقيم هكذا الحوار بهذه الطريقة، وكأنه يعني إحنا عم نسجل نقاط على بعض. أرجوك يعني لا سيدي تتعاملي أنا معنا وكأنه إحنا لا أدري لماذا حكمت على أني أتعامل معكم. أنا أنقل قاصرين أسئلة سياسيا مشروعة. معلش أرجوك وضح لنا أرجوك كيف لا يعني وضح لنا وللمشاهدين مكان من القصور السياسي والخيارات المتاحة والخيارات التي لا تتاح. أسئلة مشروعة جدا ولا أعتقد بأنها مزعجة لأي طرف. الخيار معلش الخيارات المتاحة التي أمامنا هي محدودة جدا وضيقة للغاية،
ونحن أيضا قبل كل شيء يهمنا أمن شعبنا، ويهمنا أيضا ليس فقط أمن شعبنا وإنما أيضا الحالة الوطنية الفلسطينية المستهدفة. وندرك تماما أن هذه الحكومة تضع في سلم أولوياتها تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الحالة السياسية الوطنية، ومشروعها اليوم هو يقوم على أساس كيان سياسي في قطاع غزة أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية. هذا هو برنامج حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير. والتصعيد العسكري والعدواني هدفه الرئيسي هو ضرب الحالة الكفاحية الوطنية وفرض أيضا سياسة الإملاءات وفرض الحل الأحادي الجانب. إحنا أي محاولة لتعطيل وفرملة هذه السياسة ومحاولة تجميع أيضا موقف دولي وعربي إلى جانبنا، أنا أعتقد أننا يعني نسعى دائما إلى هذا الخيار، لأنه الخيارات الأخرى للأسف الشديد ليست متوفرة، ليست متوفرة وليست ممكنة أيضا في آن، ليست ممكنة في آن معا. ولذلك نحن لا نتحرك ببيئة من فراغ، نحن نتحرك ببيئة إقليمية وعربية ودولية ندرك تماما أبعادها وندرك ارتباطاتها وأولوياتها، وبالتالي إدارة هذا الصراع تنطلق أولا وقبل كل شيء من حماية شعبنا، من حماية المنجزات الوطنية التي تحققت بنضالاته وتضحياته الكبيرة. ملاحظة يعني أيضا أريد أن أشير لها، تفضل. لم يكن هناك أصلا مشروع قرار أمام مجلس الأمن حتى يجري سحبه أو المقايضة عليه، لأنه أصلا لم يقدم مشروع قرار للتصويت كما يسمى بالبلو برينت، وإنما كان في مشروع قرار للتداول من حيث المبدأ، والمشروع صاغته دولة فلسطين وقدمته دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي أنا أعتقد أنه تداول هذه المعلومات الخاطئة واللي أحيانا يعني بتدلل على أنه لا يعني لا يوجد فهم دقيق لآلية العمل في المؤسسات الدولية وفي مجلس الأمن على وجه التحديد، ويصار إلى يعني كيل الاتهامات اللي أنا بعتقد أنها يعني لا في وقتها ولا في مكانها. ونحن لسنا الآن في خلاف فيما بيننا على نتنياهو وعلى حكومة نتنياهو، يعني إحنا هذه ليست قضية خلافية فيما بيننا في تقييم هذه الحكومة وفي تقييم برنامجها، ولا أيضا في قضية طيب في تقييم هذه الحكومة وتقييم أخطارها والتحديات برنامجها. لكن أصواتا فلسطينية، وأرجو أن تتأكد سيدي أحمد مجدلاني بأني هنا لست طرفا من هذه الأطراف، أنا أنقل ما يقال فلسطينيا تحديدا ومن الجهات الفلسطينية الداخلية من مآخذ على التفاهمات الحالية للسلطة الفلسطينية سواء مع الجانب الإسرائيلي أو مع الجانب الأمريكي، بما أن النتيجة كانت مجزرة نابلس فقط. أترك لك المجال للتوضيح ولضيوفنا الرد والتفنيد، ثم إن الجمهور مسؤول عن ذلك. سيد رامي منصور، وأنت الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حسب ما يحلل اليوم أو حسب ما يناقش اليوم في الأوساط السياسية الفلسطينية والمقاومة، هل تعتقد بأن دور السلطة في هذه المرحلة مساعد للدور الإسرائيلي، أم أنها فعلا في موقف مغلوب تحت ضغوط لا تستطيع معها التحرك ضمن خيارات مفتوحة؟ بالحقيقة يعني موقف السلطة الفلسطينية هو نكاد نقول محاصر، يعني ليس هناك الآن أجواء مواتية لا دولية ولا عربية حتى للتصعيد مثلا دبلوماسيا ضد إسرائيل، لأن الولايات المتحدة تشكل يعني ما يسمى حاضنة أو دعينا نسميها
القبة حديدية ضد أي عمل دولي ضد إسرائيل، حتى لو لم يكن فلسطينيا. لذلك السلطة، لا أريد أن أقول مغلوب على أمرها يعني، ولكن هي في وضع وفي موقع حرج وصعب. الولايات المتحدة الآن منشغلة بأوكرانيا ومواجهة الصين وروسيا وما إلى ذلك، وهي ليست بحاجة لوجع رأس اسمه الضفة الغربية وفلسطين الآن، وسعت إلى هذه التفاهمات لتأجيل أي تصعيد قادم، خصوصا في ظل الحديث الإسرائيلي عن التصعيد في شهر رمضان، وكأن شهر رمضان تحول إلى شهر سفك دماء وليس عبادة وترحم وصيام وإحسان وما إلى ذلك. السلطة يعني السلطة الفلسطينية، من الخطأ أن نتوقع أن تتحول السلطة الفلسطينية إلى حركة مقاومة مسلحة، هذا ليس دورها ولا هذه ليست وظيفتها، وليس هذا السبب خلف أو وراء تأسيسها منذ عقود. يعني مفهوم. هي ليست حركة مقاومة، هي بالنهاية تناور بالأوراق التي بحوزتها، وهي أوراق قليلة جدا. نحن نعرف أن العالم العربي تورط في التطبيع في السنوات الأخيرة، الأردن أيضا في أزمة مع إسرائيل وهو يواجه استفزازات وتعنتات إسرائيلية بما يخص السيادة الأردنية، ومصر لديها حساباتها وقطاع غزة وما إلى ذلك. فأوراق السلطة الفلسطينية يعني لا أريد أن يبدو ذلك يعني وكأنه استسلاما، ولكن واضح أن السلطة الفلسطينية إمكانيات مناورتها قليلة يعني قليلة جدا. أكثر ما يمكن فعله يعني أو أن تقوم به هذه الأيام هو وقف التنسيق الأمني، التهديد بالتوجه إلى المؤسسات الدولية، ونحن نعرف أن الولايات المتحدة تحتوي بالنهاية مثل هذه الخطوات، وتؤدي إلى تفاهمات مؤقتة أو إلى تبريد للأجواء، لأنها كما ذكرت هي منشغلة بملفات ولو عسكرية أن إسرائيل تحتها. لا تعترف بهذه التفاهمات كما رأينا وأثبتت خلال المجازر التي ارتكبتها منذ بداية هذا العام على الأقل. سيد زاهر، بما أن السلطة تتحرك في إطار ضيق جدا ولا تمتلك الكثير من الخيارات، كيف سيتحول الفعل المقاوم في الضفة؟ عن ردود الأفعال نتحدث يعني، وإلى أين ستنتقل المواجهة مع الاحتلال بعد مجزرة اليوم؟ أولا، هناك بوادر واضحة جدا لانتفاضة شعبية في الضفة الغربية. الجانب الآخر، نحن ندرك أن السلطة وأدواتها ودورها محدود جدا، وبالتالي نحن نريد من كافة الفصائل الفلسطينية احترام التوجهات والاتفاقية الموقعة سابقا، تحديد اتفاق القاهرة 2005 الذي يعني بشكل واضح جدا إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطيني وإعادة بنائه على أسس ديمقراطية وكفاحية. وهناك تفاهمات جرت في موسكو وجرت في بيروت وجرت في غزة، بالتالي نحن نطالب بأن يكون هناك إعادة اعتبار بشكل واضح جدا لهذه المنظمة، الأداة التمثيلية للشعب الفلسطيني التي ضحى شعبنا الفلسطيني بعشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى والأسرى في سبيل الحفاظ على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية. بالتالي يجب أن يكون هناك حوار وطني جدي لكي ندرس بشكل واضح جدا آليات والنهوض في المقبل وإيجاد حاضنة شعبية ووطنية المقاومة إن كانت في الضفة الغربية في قطاع غزة. نحن ندرك أن موضوعة المقاومة في الضفة الغربية تتسع، إن كان في جنين أو في نابلس أو في طوباس أو في أماكن أخرى من الضفة الغربية وفي بيت لحم. بالتالي نحن نطالب بشكل واضح جدا أن يكون هناك آليات وطنية، يجب أن لا تحصر في الجانب التفاوضي مع الاحتلال الصهيوني، ولا بالتفاهمات من خلال الولايات المتحدة الأمريكية ولا من خلال المتطبعين العرب. بالتالي نحن نطالب بشكل واضح جدا باحترام التفاهمات التي جرت وبإعادة اعتبار منظمة التحرير الفلسطيني على إطار التمثيل للشعب الفلسطيني على أسس كفاحية وديمقراطية. طيب. سيد مجدلاني، السلطة أو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أعلن أن القيادة قررت التوجه إلى مجلس الأمن كما تفضلت بالإشارة في بداية هذه الحلقة. أي تعويل على هذه الخطوة في ظل ما وصفته بانشغال العالم بأولويات أخرى؟ هل هذا ما سيكفل حماية الشعب الفلسطيني؟ بدون شك نحن ندرك الانشغال الأمريكي بالحرب الكونية الدائرة الآن، وصراعه للحفاظ على مواقعه في قيادة العالم والاستحواذ على استمرار النظام الدولي الأحادي القطبية الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة
منافسة الصين الشعبية والاتحاد الروسي، لكن أيضا يهمه عدم فتح بؤر جديدة وإشكاليات جديدة من الممكن أن تؤثر على اهتماماته التي يركز عليها في هاتين الجبهتين الدولتين. هل تتخلى السلطة عن التفاهمات السابقة سيد مجدلاني؟ يعني احنا معلش اسمحي لي شوي، يعني الوقت يدهمني ولا لو علي يا استاذ احمد يعني طيب تركت لك مجالا اكثر. طيب لكن الوقت شو رايك انت؟ يبدو انه انت عندك في تفاهمات حلال وفي تفاهمات حرام. لا والله انا لا احلل ولا احرم، لا احلل ولا احرم يا استاذ مجدلاني. شوي انا لو كان معي ضيف طيب حماس كنت سالته نفس الاسئله. معي حضرتك استاذ مجدلاني، استثمر معك دقيقتين متبقيتين. يعني انت هل واضح تماما انه في تفاهمات حلال يلي برعايه قطريه ومصريه أني مع اسرائيل يعني الى جانب في وفي 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 تفاهمات حرام يلي بنعملها برعايه. والله انا لم اصدر اي فتوى ولم اقل ان هذه حلال ولا تلك حرام. لا تضعين السؤال واضح يا استاذ مجدلاني، لا تضع نفسك في هذا الموقف استاذ مجدلاني. السؤال واضح، هل ستتراجع السلطه عن التفاهمات السابقه؟ نعم ام لا؟ امل منك ان لا تستغلي يعني صبري وكياستي للاخر. والله انا لا استغل ذلك، وارجو منك يعني فعلا ان تجيبنا عن سؤال بسيط. ارجوك لانه معلش لن تتراجع او ستتراجع بالحوار؟ بصراحه هذه الطريقه بالحوار انا برايي يعني اذا انت عم تحاولي يعني دوري على استفزاز دوري والله على استفزاز لم احاول شيئا. انا كل ما حاولته هو ان اخذ منك موقفا بوضوح واضحا شديد. والامر سيكون متروك لتقييم من يتابعنا. كلام سياسي، وقتنا فعلا انتهى، قدمت لك واضح كل الوقت وانا لا اتحدث غير هذا الكلام ولا نخبئ هذا الوضع. كنت أتمنى أن تعطينا جوابا واضحا إذا كانت السلطة ستتراجع أم لا. لا أعتقد أن في ذلك أي فتوى بالحلال أو الحرام. على شكر على كل، أنا أقدر وجودك معنا. الوقت للأسف انتهى، لم تستثمره في آخر دقيقتين، لكن شكرا جزيلا لوجودك معنا أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من رام الله. نشكر ضيفنا من حيفا رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48، ومن نابلس زاهر الششتري، القيادي في الجبهة الشعبية. يبقى في هذا الخبر بقية أخرى. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.